اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، ونشوف مع بعض بقى المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا. احنا الفتره اللي جايه دي ما عندناش اي مباريات محليه، يمكن مباراتين بس لمنتخبنا الوطني في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. نبدا مع بعض ونشوف الحساب الرسمي والصفحه الرسميه ليلا الكوره على الفيسبوك. نشروا حصاد الدوري المصري وقالوا المخيف محمد شريف اول لاعب يصل الى الهدف رقم 21 في تاريخ الدوري المصري خلال موسم واحد منذ تتويج حسن الشاذلي بصداره ترتيب الهدافين الدوري خلال موسم 74-75، فبنتكلم في اكتر من حوالي 45 سنه برصيد 34 هدف. طبعا الهدافين التاريخيين للاهلي في الدوري كابتن محمود الخطيب 23 هدف، محمد شريف 21 هدف، ثم الشيخ طه اسماعيل 20 هدف، وقدر محمد شريف يقرب من صداره الهدافين برصيد 21 هدف. الحاجه الثانيه اللي معايا صفحه فلاش كوره على الفيسبوك بيتكلموا على الارقام الاكثر صناعه للاهداف في الدوري المصري، مين اكثر لعيبه كانت عامله اسيست في الدوري المصري؟ علي معلول هو ملك الحلول في الدوري المصري، او كما يطلقوا عليه اسرع ديليفري في مصر. الاكثر صناعه للاهداف في الدوري المصري علي معلول 12، صنع 12 هدف، حسين الشحات في المركز الثاني طبعا لاعب النادي الاهلي 10 اهداف صنعهم، ثم عمرو الحلواني وهو احد لاعبي النادي الاهلي الناشئين واحد لاعبي النادي الاهلي السابقين، مجدي قفشه ايضا كمان 8 اهداف، ثم عبد الله السعيد 7 واحمد رفعت 7. طبعا رقم مميز جدا لعلي معلول كظهير ايسر، وحسين الشحات اللي تالق بشكل كبير جدا في المراحل الاخيره من الدوري العام هذا الموسم. طيب الحساب الرسمي للاهرام على تويتر بيتكلموا على ان الاهلي هيعدل لائحه فريق الكوره في الموسم الجديد. خلال اليومين اللي فات وخلال الايام القادمه في اجتماعات مستمره ما بين الكابتن محمود الخطيب مع لجنه التخطيط برئاسه الكابتن محسن صالح وعضويه الكابتن زكريا ناصف لمساله نشوف الفتره الجايه بالنسبه لقطاع ناشئين الاكاديميات، وايضا كمان لائحه الفريق الاول اللي بيتم دراستها ومناقشتها مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. صفحه الاهرام بتتكلم عن هذا الاجتماع والنادي الاهلي بيحاول يعمل لائحه بتشوف التطور اللي بيحصل في الكوره بشكل عام والمستجدات اللي موجوده في لوائح الانديه في الفتره الاخيره عشان نشوف الفتره القادمه مبدا الثواب والعقاب ازاي يكون موجود في الفريق الاول عشان توصل للمرحله اللي انت عايزها، تحقق بطولات وفي نفس الوقت كمان يكون كل حاجه ماشيه بالساعه بالظبط داخل قطاع الكوره والفريق الاول. طيب كمان معايا الحساب الرسمي للاهرام على تويتر بيتكلموا على انه بيتسو موسيماني بيدافع عن بيرسي تاو بعد انتقاله للاهلي. بيتسو موسيماني امبارح كان عنده حوار مهم جدا مع احدى القنوات في جنوب افريقيا واتكلم على بيرسي تاو وقال هو لاعب برايتون كان انتقل ليه منذ حوالي 3 سنين ونص 4 سنين. بيسالوه هل لعب لبرايتون؟ قال لعب حوالي 6 شهور. هو عنده حاليا 28 سنه، لسه قدامه يعني 4 سنوات بيبقى فيها التالق يقدر يلعب فيها مباريات ويقدم مستوى كبير جدا. الفتره دي او العمر ده من لاعب الكوره بيكون عمر المخزون اللي يقدر من خلاله يقدم افضل مجهود كروي في الملاعب. اتكلم كمان قال اخر مره بيسالوه اخر مره شفت فيها بيرسي تاو امتى وتابعته في المباراه امتى؟ قال لهم الناس كلها عارفه بيرسي تاو ومتابعه مبارياته سواء مع منتخب جنوب افريقيا او حتى في فتره الاعارات اللي ظهر فيها مع انديه الدوري البلجيكي. عايز اقول كمان على معلومه، بيرسي تاو حاليا هو تاني كابتن في منتخب جنوب افريقيا، والنهارده كان حاضر المؤتمر الصحفي مع هوجو بروس في جنوب افريقيا، عندهم ايضا مباراه في تصفيات كاس العالم، وباذن الله هيخلص المباريات ويرجع بقى وياخد المشوار الرسمي ويبدا معسكر الاعداد مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. بيرسي تاو هيكون احد ابرز اللاعبين في الدوري المصري، وانتقاله من الدوري الانجليزي للدوري المصري كلاعب جنوب افريقي عمل رد فعل ايجابي جدا لصالح النادي الاهلي في وسائل الاعلام في جنوب افريقيا. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند.